عزيزي الفريق جورجيو باتيستي، مرحبا بك. شكرا لك، شكرا لك على دعوتي إلى هذا البلد الرائع. شكرا جزيلا. بعد حرب 67، كيف كنتم تنظرون إلى الجيش المصري وقد كان جيشا قد دمر؟ بعد تلك الحرب الفظيعة على الجيوش العربية كان الوضع سيئا للغاية من حيث القدرة المتبقية للقوات المسلحة المصرية، فالقوات المسلحة المصرية كانت قد خسرت بعد حرب 67 نحو 85% من قواتها الجوية والطائرات، بالإضافة إلى 80% من المعدات العسكرية البرية. لذا كانوا، بكلمات موجزة، كان المصريون بلا جيش حقيقي بسبب تلك الهزيمة. لكن في أقل من 7 سنوات، وهذا نوع من المعجزة، تمكن المصريون أو مصر بأسلوب مبتكر بطريقة جديدة جدا من إعادة بناء القوات المسلحة المصرية. هل كانت معجزة؟ بالفعل هي معجزة، لأنه بمقاييس الدراسات الغربية والعقيدة القتالية الغربية، بعد هزيمة واحدة يحتاج الجيش والحكومة إلى فترة من 10 إلى 20 سنة لإعادة بناء قواتها المسلحة. فعلى سبيل المثال، النتيجة السيئة التي وصل إليها الجيش الأفغاني في الأعوام الأخيرة، حيث لم تفلح 10 سنوات من الدعم الغربي في بناء جيش أفغاني حقيقي، إذن 7 أعوام لبناء جيش من جديد بعد الهزيمة، برأيي المتواضع هي أشبه بالمعجزة. أنا أؤمن بأنها معجزة بسبب القيادة الذكية للغاية على المستوى السياسي، وأعني بها رئيسكم أنور السادات، وأيضاً القيادة الاستراتيجية والعسكرية في ذلك الوقت، متمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان في ذلك الوقت، حيث استطاعوا دراسة الخطأ السابق الذي وقع في حرب 1967 من أجل العثور على ما يمكن التغلب به على تلك المشكلة التي وقعوا فيها بعدما دمر الجيش جراء الهزيمة. تلك ناحية. أما من ناحية أخرى، كانوا قادرين على دراسة العدو وهو جيش الدفاع الإسرائيلي، ودراسة عبقرية أدائهم في عام 1967، وحاولوا الوصول إلى، دعنا نقول، حل يبعدهم أو يجنبهم الوصول إلى نفس النتيجة أو نتيجة مماثلة لما حدث في الحرب الأخيرة. ما هي الاستنتاجات الرئيسية والهامة التي توصل إليها الرئيس السادات ووزير الدفاع ورئيس الأركان؟ ما الذي وجدوه عندما حاولوا إعادة النظر في ما حدث في حرب الأيام الستة؟ ما وجدوه طبقاً لبعض المصادر هو أنه كانت هناك مشكلة أو ثغرة، إن صح التعبير، في التنسيق والتعاون بين الأسلحة المختلفة بداخل الجيش المصري أو بداخل القوات المسلحة. وهنا أعني بذلك التنسيق والتعاون بين قوات المشاة والمدرعات والمدفعية، وكذلك القوات الجوية ومنظومة الدفاع الجوي أو النظام المضاد للطائرات. هذه إحدى المشاكل، التنسيق. إذن في حرب 1967 افتقد الجيش المصري للتنسيق والتعاون بين العناصر المختلفة بداخل المنظومة لكي يتمكن من تنظيم المعركة. إذن كيف يمكن إعادة بناء الجيش في وجود مثل هذا الخطأ وفقد التواصل بين عناصر الجيش نفسه؟
عليك أن تبدأ من الصفر بشكل أو آخر، لأن الضباط أنفسهم خرجوا من حرب 1967 فاقدين لبعض قدراتهم أو دوافعهم ليكونوا قادة أفضل. فالخطوة الأولى هي تغيير كل قادة الأنساق على المستويات التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية، وإدخال ضباط جدد لم يعانوا من الهزيمة السابقة ليبدأوا بمعنويات جديدة ومبادئ جديدة وكرامة جديدة، من أجل إظهار أن الجندي المصري من نوعية جيدة جدا، وكما حدث في حروب أخرى. كانت حرب 1967 مجرد لحظة واحدة سيئة للجيش المصري، وكما حدث للجنود الإسرائيليين من تقدير وثناء في نهاية حرب 67، تم الاعتراف بكفاءة الجنود المصريين في حرب أكتوبر، حيث استطاعوا القتال بنفس مستوى وقدرات الجنود الإسرائيليين.